سيد الرئيس المحترم، سيد رئيس الحكومة المحترم، السادة الوزراء المحترمون، زملائي المحترمين، محاربة الفساد في جميع تجلياته أصبحت في صميم الأولويات، ولهذا أشكر سيد الرئيس ومكتب مجلس المستشارين على اختيار هذا الموضوع الذي يتجاوب مع العديد من الخطب الملكية السامية التي تدعو إلى إرساء الحكامة الجيدة، تنزيل آليات المراقبة والمحاسبة، إنفاذ القانون ومحاربة الفساد في جميع القطاعات. كل الخطب الملكية تعبر عن إرادة قوية يجب علينا تنزيلها وتفعيلها عمليا، وبل الأكثر من ذلك ثقافيا. وهذا مطلب أساسي لجميع مكونات المجتمع المغربي، ومنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لأنه لا يمكن تحقيق النمو في ظل تفشي الفساد. نعم سيد الرئيس الحكومة المحترم، لقد حققت حكومتكم تقدما ملموسا، أذكر منها ما يخص مناخ الأعمال كما شهد به مؤشر دوينج بيزنس، وتجديد الإطار المؤسساتي وغيرها من الآليات الأخرى، الرقم الأخضر الذي أصبح معروفا عند جميع المواطنين. ولكن على الرغم من كل التدابير، ما زال بلدنا يحتل مراتب أخيرة في التصنيف العالمي، وهذا ما أكدته التقارير البنك الدولي لسنة 2019، حيث نبهت بأن الفساد يكلف المغرب أكثر من 50 مليار درهم سنوياً، وهذا ما يساوي 2% من النمو الاقتصادي، مبلغ يمكن توظيفه لرفع بعض الميزانيات كالصحة والتعليم، أو توظيفه من أجل تجربة جديدة وهي وضع الحجر الأساسي لتخصيص دخل شهري للأسر الأكثر فقرا حتى تكون لهم القدرة الشرائية، وبالتالي المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد والنهوض بالمقاولات الصغرى. سيد رئيس الحكومة المحترم، الترتيب المتدني للمغرب يطرح التساؤل عن فعاليات ونجاعات السياسات التابعة من طرف الحكومات المتعاقبة. محاربة الفساد تستدعي رفع تحديات عديدة، أذكر منها معالجة ثغرات الإطار القانوني، والعمل على برمجة القانون المتعلق بالهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، تقوية الموارد والقدرات وتفعيل مؤسسات الحكامة، إدماج المجتمع المدني في الجهود الرسمية، تنسيق محكم بين كافة المؤسسات وهيئات المراقبة. وكما يعرف الجميع بأن هذه المجهودات كلها تظل مشلولة إن لم يتم تفعيل وتعميم مبدأ المناصفة والمساواة في جميع الميادين، حتى يستفيد المجتمع من الكفاءات والخبرات النسائية. وفي الأخير نسائلكم سيد رئيس الحكومة المحترم، أين وصلت الحكومة
في مجال تخليق الحياة الاقتصادية في إطار محاربة الفساد الاقتصادي المتمثل في روافد اقتصاد الظل. ما هي وتيرة الإصلاحات التي ستقومون بها من أجل تنزيل الخطب الملكية ومضامن الدستور، وكذلك الوفاء بتعهداتكم الحزبية الواردة في برنامجكم الانتخابي والحكومي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. شكرا السيدة المستشارة المحترمة. الكلمة الآن لفريق الاتحاد المغربي للشغل.